عادت إلى اليمنيين بخفي حنين. الحكومة اليمنية الجديدة تقف عاجزة أمام تدهور الوضع الاقتصادي في البلاد. شهر مضى منذ تشكيل الحكومة حسب اتفاق الرياض، والمجلس الاقتصادي الأعلى لم يشكل بعد لأسباب تخفيها أطراف الصراع في عدن، بعيدا عن وعودها بوضع إصلاحات اقتصادية عاجلة لإنقاذ البلاد. كان أحد أهم الأولويات أو المحددات الرئيسية في اتفاق الرياض اللي هو تشكيل المجلس الاقتصادي الأعلى، باعتبار أنه الملف الاقتصادي هو أولوية للحكومة بعد عودتها إلى عدن، لكن هناك تحديات كثيرة تواجه الحكومة وأيضا تنفيذ اتفاق الرياض بحد ذاته، فما زالت هناك خلافات كثيرة نتوقع بين أطراف الاتفاق. وأحد المحددات الرئيسية للنقاط الرئيسية اللي ما زال عليها اختلاف هي مسألة الملف الاقتصادي. الشارع اليمني يرى أنه حتى الآن لا يوجد فرق بين وجود الحكومة من عدمه فيما يخص وضعه المعيشي الذي يزداد تدهورا منذ عودتها إلى عدن. لم يتحسن الوضع المعيشي للناس، بالعكس ارتفعت الأسعار أكثر مما كانت سابقا، وكنا نظن أن بعودة الحكومة أنه ستستقر الأسعار وتهبط، لكن وجود الحكومة وعدمها سواء. حاليا الحكومة لم تستطع تقديم أي إجراءات أو أي حلول جذرية يمكنها التخفيف أو الحل من حدة الأزمة الاقتصادية على المواطن اليمني. أمام هذا المشهد ينصح خبراء اقتصاديون بأن تتخذ الحكومة اليمنية خطوات عملية عاجلة في ملف الإيرادات التي ستساهم في رفض الخزينة العامة للدولة بالنقد، بالإضافة إلى مضاعفة صادراتها من النفط والتحكم الكامل بموانئها التجارية، وهي خطوات من شأنها أن تحسن من قيمة العملة المحلية والوضع الاقتصادي عامة. تأخر إجراءات الحكومة في وضع إصلاحات اقتصادية يفقدها ثقة الشارع، خصوصا وهي في بداية مشوار مليء بالتحديات، فيما يرى مراقبون أن ذلك قد يثير غضب الشارع ويجلب عواقب وخيمة على الحكومة تدارك حدوثها. مجد الدين شكري، قناة الحرة، تعز.